أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإنه كتاب الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم صاحب الذكرى العطرة، وهو الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، حيث يحتفل به في شهر ذي الحجة من كل عام. وذلك بسبب وفاته في طريقه إلى الحج. والإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه هو أصل طريقة شيخنا السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه، وقد كانت تسمى في المغرب الطريقة الناصرية الشاذلية، وكانت تمتاز بالعلم، ذلك بأن سيدنا أبا الحسن رضي الله تعالى عنه كان يمثل في التصوف الإسلامي التصوف السني القائم على العلم والعمل، القائم على الكتاب والسنة. ومن ثم كان رضي الله تعالى كما يقول الإمام الشيخ عبد الحليم محمود رضي الله تعالى عنه في كتابه المدرسة الشاذلية، كان رضي الله تعالى عنه له مجلس علم رتب فيه قراءة كتب بعينها، كان يقرأ فيه كتاب الإحياء وكتاب القوت، قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكان يقول كتاب القوت قوت أي قوت للقلوب وغذاء لها، وهو يورث النور، وكتاب الإحياء يورث العلم. وكان يثني عليهما كثيرا، وقد شرحهما كما كان يشرح في السيرة النبوية الشفاء بتعريف حقوق صاحب الاصطفاء صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ في الحديث كتاب ختم الأولياء للحكيم التلمذي، وكان يقرأ في التفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي الغرناطي. هكذا كان يقرأ في مجلسه هذه الكتب، ويحث على الاطلاع عليها والقراءة فيها والتدبر. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يثني على مجلسه،
فقال قال رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على وجه الأرض مجلس أبهى في الفقه من مجلس العز بن عبد السلام وما على الأرض أبهى من مجلس في الحديث من مجلس الحافظ المنذري صاحب الترغيب والترهيب وما على وجه الأرض من مجلس في علم الحقيقة أبهى من مجلسك يعني مجلس سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وقد كان رضي الله عنه يقرأ على تلاميذه كذلك الرسالة القشيرية وكان مرة في خيمة في المنصورة واجتمع فيها علماء عصر الحافظ المنذري واجتمع فيها العز بن عبد السلام والعلم ياسين تلميذ ابن عربي وابن دقيق العيد الفقيه المالكي وغيره أخذوا يقرؤون الرسالة القشيرية وهو ساكت لا يتكلم فقالوا له ما لك نراك ساكتا تكلم فقال كيف أتكلم بين أهل العلم وهذا تواضع منه رضي الله تعالى عنه لأنه منهم فأخذ يتكلم فخرج العز بن عبد السلام سلطان العلماء خارج الخيمة وأخذ يدور حولها ويقول انظروا إلى هذا الكلام الجديد الحديث العهد بربه يعني هذا الكلام كما يقول الشيخ عبد الحليم محمود قال هذه الكلمة لها قدرها يعني أنه يتكلم بكلام لم يسمع من أحد وإنما هو كلام جديد لا يوجد في الكتب وإنما هو من باب وعلمناه من لدنا هكذا كان يعني العز بن عبد السلام كان يضرب به المثل في العلم وكان يقال له سلطان العلماء لكنه كان تلميذا لسيدي أبي الحسن الشاذلي وشهد له هذه الشهادة التي يفخر بها يقول للعلماء الجالسين في الخيمة في المنصورة انظروا إلى هذا الكلام الجديد الحديث العهد بربه يعني أنه علم جديد لم نقرأه ولم نسمعه من قبل فكان رضي الله تعالى عنه يمثل الجانب السني من التصوف الإسلامي كان رضي الله عنه يركز على الاتباع الظاهر للسنة النبوية الشريفة فكان يلبس أحسن الثياب ويأكل أحسن الطعام ويقول نحن من عبيد الإحسان والشكر نأكل ونشرب ونلبس ونشكر الله تبارك وتعالى هذا يمثل جانبا عظيما من جوانب التصوف الإسلامي الذي لا اعتراض عليه وكان يوجه تلاميذه لاتباع ظواهر الكتاب والسنة حتى لا يعترض أحد
على الصوفي، حتى كان يقول لتلاميذه عليك باتباع الكتاب والسنة، وإياك أن يغشك الكشف والخوارق، فإذا رأيت كشفا أو ظهر لك شيء من عالم الغيب فاعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق فخذ به، وإن لم يوافق فعليك باتباع الكتاب والسنة، واضرب بهذا عرض الحائط وقل إن الله عز وجل ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام. موازين، هذه موازين في التصوف، لأن بعض الناس في التصوف إلى الآن يغشهم الكشف والخوارق والإلهام والرؤى ويسير وراءه، يقول رأيت كذا، ألهمت كذا، وقد يكون أمرا مخالفا للكتاب والسنة فيجري وراء هذا، وكأنه يعني يظن نفسه أنه يوحى إليه. هذا طبعا لكن انظر إلى كلام السيد بن الحسن رضي الله عنه، قال هذا جانب لا أثبت فيه، الكشف الرؤى الإلهامات لابد أن تعرض أولا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فخذ بها، وإن لم يوافق فقل إن الله ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام. ومن ثم كان شديد الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال رضي الله عنه لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. قالها هو وقالها تلميذه الأول سيد أبو العباس المرسي رضي الله عنه، ولم يقلها في الأولين إلا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الإمام أحمد قال لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين لاتهمت نفسي بالنفاق، هذا قول الإمام أحمد، لم يقله بعد هذه القرون الطويلة، يعني الإمام أحمد في القرن الثالث رضي الله عنه، الإمام أبو الحسن في منتصف القرن السابع، يعني انظر بينهما 4 قرون، لكن لم يقل هذه الكلمة إلا هو رضي الله تعالى عنه، وذلك لشدة اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان يأمر أتباعه باتباع الظاهر أولا، فالظاهر الذي يخالف الظاهر هذه زندقة، وهو الذي قال ذلك رضي الله تعالى عنه، كان يقول كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة، كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. وانظر إلى يعني قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قرأت حديثا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث الأغر المزني هو حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله عز وجل 70 مرة، والغيب معناها إيه؟ الغطاء على القلب، الغطاء على القلب أي ليغطى على قلبي حتى أستغفر الله
70 مرة. قال فلما قرأت هذا الحديث اهتممت بمعناه وقلت ما معناه، ما معنى هل هناك ذنب يغطي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاهتممت جدا لمعنى هذا الحديث. قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأخذ يمسح على رأسي ويقول إنه غين أنوار لا غين أغيار يا مبارك. إنه غين أنوار لا غين أغيار يا مبارك، يعني غين الأنوار غير المنازل، يعني الإنسان يرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقى كل يوم، يترقى عليه الصلاة والسلام، فطبعا كل ما يترقى يشوف المنزل اللي كان فيها أقل، وهكذا يعني هو في ترق بالأنوار صلى الله عليه وسلم. هو فرق طبعا إيه؟ قال يعني كيف يكون هناك يعني غين، طبعا الغين اللي هو إيه؟ الظلام على القلب. استبعد هذا طبعا لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الاعتقاد موجودة، أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الصغائر والكبائر. فقال له غين أنوار لا غين أغيار يا مبارك. هذه منزلة، منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الاتصال به عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لو اهتم بمعنى غامض لم يفهمه شرحه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كان مولاي الشيخ صالح بن العرب كان دائما في الدرس يقول ايه، هكذا علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العارفون بالله حينما يختلفون في شيء أو يغضب عليهم شيء من العلم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحق عليه الصلاة والسلام. وده دليل عليه على شدة الوصال بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله. انظر إلى هذه الكرامة العجيبة. قال حينما اقترب الأجل قال رأيت الله تعالى في النوم، هذا أمر جائز، فقلت يا رب أموت ها هنا وأدفن في أرض القبض في أرض الأقطاب في أرض مصر، يعني هو كان يريد مثلا بلاد الحجاز ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمعت هاتفا يقول سوف تدفن في أرض لم يعصى المولى تبارك وتعالى عليها، سوف تدفن في أرض لم يعصى الله عز وجل عليها، وهي أرض حميدة في الباب في البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر، يعني تسير حوالي 300 كيلو في الجبل حتى تصل إلى مقام سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. وقد كان يحج رضي الله عنه كما كان يحج الناس بالإبل، ويمرون في صحراء عيزاب في حميسر. قال في آخر حجة، انظر إلى هذه الحقيقة، لأنه كان واحد يعني من ضمن اللي بيعرضوا برامج التلفزيون يعني بيعرض هذه الكرامة بطريقة تزويرية، طريقة مزورة، هو جاهل طبعا بيقرأ في الكتب ولا يعرف ويفسر بعقله العفن، فمفكر إنه أن هذا أمر يعني من يعني كأنه يعلم الغيب، يعني هل هو يعلم الغيب أنه يموت في هذا المكان؟ لأنه طبعا تلميذ ابن الصبار يقول يعني حينما كان الشيخ يسافر للحج
كان يتزوج كما يتزوج الناس بالطعام والشراب والثياب وما يحتاجه في الطريق. في آخر حجة قال لتلميذه الذي معه: احمل معك مكتلا ومسحاتا وفأسا. فقال له: لما؟ قال: من مات منا في الطريق دفناه، من مات منا في الطريق دفناه. وسيدنا ابن عباس المرسي رضي الله عنه يقول: قال له في حميثرة سوف ترى، في حميثرة سوف ترى. انظر، هو لم يدعه غيره، وإنما قال: من مات منا دفناه في الطريق. لم يقل أنا سأموت وسأدفن أو علم بموته. ففعلا يعني ظل الشيخ يسير في هذه الصحراء الوسائل حتى وصل إلى هذا المكان، وصل إلى هذا المكان. قال: وفي هذه الليلة، يعني ظل توضأ وأخذ يصلي ويقول: يا إلهي يا إلهي، حتى كان السحر. فأوصى تلاميذه بالوصايا وأمرهم أن يدفنوه إذا مات في هذا المكان. وبالفعل أخذ يردد: يا إلهي يا إلهي، حتى قبضه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، يعني التي لم يعصى عليها المولى تبارك وتعالى، أرض جردة لم يسكنها أحد حتى إلى الآن، لا يوجد إلا المقام والمسجد وساحات الطرق الصوفية المنتشرة حول هذا المكان إلى الآن. والأولياء الذين أدركتهم المنايا ودفنوا هناك بجوار، يعني هذه الرؤيا رآها، رأى المولى تبارك وتعالى وبشره بأنه سيدفن في هذه الأرض التي لم يعصى المولى تبارك وتعالى عليها. هذه هي الحقيقة. وسيد أبو العباس المرسي لفت نظر الناس تلاميذه يعني، وقال لهم: إن الشيخ قال حين خرج في آخر حجة: إني سأحج هذا العام نيابة، سأحج هذا العام نيابة. لم يفهم أحد هذا إلا بعد وفاته ودفنه. من الذي فهم كلام الشيخ؟ العز بن عبد السلام سلطان العلماء رضي الله عنه، قال: إن الشيخ نعى لكم نفسه، لأن من خرج حاجا وكل الله ملكا يحج عنه كل عام، طبعا بمقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. يعني أن الله يوكل مكانه ملكا يحج عنه، كما رأى رؤيا سيد عبد الله بن المبارك رضي الله عنه لما يعني أنفق النفقة على المرأة، وقال في الرؤيا: إن الله وكل عنك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل عنك ملكا يحج عنك كل عام، فحج أو لا تحج. لما أعطى المرأة الشريفة نفقة الحج، لما رآها تأكل أخذت البط الميتة هي وبناتها، هذه القضية. إذن فالإمام أبو الحسن وكل الله مكانه ملكا يحج عنه كل عام، من العام الذي قبض فيه سنة 654 رضي الله عنه. هذه أصل الكرامة. الجهلاء طبعا جعلوها قضية وأخذوا
يعني في التلفزيون يتكلمون فيها يهرفون بما لا يعرفون من كل هب ودب لا يعرفون شيء. سبحان الله يفسرون تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا تبصل للبصائر والعياذ بالله. يقرؤون في الكتب ويفسرون بأهوائهم وعقولهم الفاسدة وفهمهم السقيم. قال وكم من عائد قولا سليما وآفتهم من الفهم السقيم. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول من أخذ الأحكام من أخذ العلم من الكتب غير الأحكام، لأنه جاهل لم يتلقى العلم عن شيخ يعلمه، وإنما يقرأ وحده، والذي يقرأ وحده يضل ويضل، لأن الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فلا بد فيه من التلقي. وهكذا كان الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه رمز التصوف السني القائم على العلم الصحيح والتصوف الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنسوبين إليه، وأن يحشرنا تحت لواء جده صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يحسنون عقائدهم في أولياء الله الصالحين، إنه ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله عليه وسلم.